النهارده وزارة الداخلية نشرت هذا الفيديو اللي فيه اعترافات محمود نظمي، وده على طول يعني جاء بعد حلقة الأمس، وقالت ان دي اعترافاته واللي كمان هي الاعترافات امام النيابة. وكان معانا المحامين امبارح وقالوا يعني كانت اسئلتنا حتى بعيدا عن وجهات النظر ما هي اعترافات الاب امام النيابة. ده الفيديو اللي نشرته صفحة وزارة الداخلية ومع بيان أمني، هنقول لكم ملخصه بس نشوف الفيديو أولا. محمود نظمي محمد السيد علاء عبد الله. اشتغل يا محمد. نعم؟ اشتغل ايه؟ عندنا أرض وكده وبشيلها يعني بيطلع لي مني فلوس فبصرف بيها يعني. بتشرب ايه؟ بشرب حشيش. بس؟ وبن؟ احنا الشيش ولا ايه؟ ايه تاني؟ عقاقير ايه؟ مفيش عقاقير. كان الاول تمول و بطلت التمول بقولك قد ايه؟ مفيش، انا خدت يوم الحادثة. احكي لي زوق في الواقعة. تمام حضرتك. اربع دقايق. حضرتك انا قلت للمدام اللي بيسال الاطفال وكده وجبت نزل فكلمت صوت. كلمت ايه؟ قلت للمدام اللي بيسال الاطفال وكان كريم السيبي كان جاي ياخد عجله ضحيه عشان يذبحها، فانا قلت ايه؟ فقال لي طيب عدى عليا عشان العيال تتفرج على الجاموسه وكده، فخدت الاطفال ورحنا عينا عليهم، وبعدين خدت بصوا على العجله وهي مذبوحه وكده وسلمنا على جدهم، وبعدين طلعنا على العيد بتاعنا اللي هو عندي في شارع العمده في حينا. اتفسحوا شويه وجبت لهم مسدسات، وبعدين خدتهم وطلعت على البحر ودخلتهم يتفسح شويه، ووقفتهم مع اولاد اخواتي شويه، وبعدين جبت لهم بلالين. واحد بيقول لي في بلالتين اهو مش هتاخدها هتشتري منه؟ قلت له هشتري. قلت له واخد البلالين، قمت اديتها لهم وقمت واخدهم معايا ورتبتهم العربيه وطلعت على طريق الجماليه كده، وبعدين طلعت على اسكندريه لغايه لما وصلت اخر الطريق اسكندريه فرسكور، وبعدين دخلت فيها من على الطريق بتاع فرسكور، طلعت اكتوبر حضرتك، وقمت واخد اول يوتيرن جاي، وقمت طالع في ربع اكتوبري وقمت واقف. الكلام ده كان بعد المغرب، فكنت شايل الريان، كان في عربيه قدامنا وفي شباب واقفين بس ما كانوش واخدين بالهم من حاجه يعني، وقمت شايل الريان وحدفه وقمت جايب محمد وحدفه، وقمت نازل من على الكوبري، وبعدين فتحت التليفون بتاع له غير متاح، كنت فاتح التليفون وكلمت المدام وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم، وكلم اخوتي وكلم الناس وكده. اول ما وصلت البلد بقى قعدت ادور معاهم عليهم بحيث ان يبقى في كده. المهم جيت بقى عملت محضر في النيابه وبقالنا يومين متحررين، فجيت النهارده يعني حسيت اللي المباحث هتعرف اللي انا اللي عاملها، قمت واخد نفسي وماشي طلع على كفر صقر، كان في واحد معرفه قديم كنت بقعد معاه طيب يعني، فلسه جاي قعدت نمت شويه وقمت قايم ورايح له المحل اقعد معاه شويه، قلت له انا ما عدتش قادر التفكير عمال يوديني ويجيب العيال وكده، وانا اروح اعمل زي اروح البلد بقى عشان اقعد مع مراتي وكده واطلع على البيت يعني. قال لي خلاص ماشي اللي انت عايزه اعمل. المهم قمت جاي على اساس ان انا اطلع البيت اللي عندي مدرسه اللغات اللي هي استحمى وكده واتطهر، وكنت جايب الشفرات معايا بتاعت المواس. معايا حضرتك بحيث ان انا اتطهر وكده واطلع وكده واروح اعمل نفس الوضع، اعمل نفس زي ما انا دوقتهم يعني الحاله دي عايز ادوقها عشان مش قادر انام ولا اتحرك ولا كده. وانت اخدت العلم من البيت ورحت الملاهي الساعه كام؟ اخدت العلم من البيت على بيت حماتي، كان بعد العصر بنص ساعه بالظبط يعني. وبعد كده طلعت على بيتنا وعلى العيد، وبعدين طلعت على البحر. رحت الملاهي؟ رحت الملاهي. الساعة كام؟ على الساعة 5 أو 5. قعدت قد إيه؟ قعدت ما قعدتش كتير، قعدت لحوالي نص ساعة ربع ساعة حضرتك كده. خدتهم معاك في العربية وأنت ماشي؟ خدتهم معايا في العربية حضرتك. قابلت مين؟ ما قابلتش حد ساعتها، كنت أنا ماشي بقى على طول، ماشي على طريق الجمالية وأنت طالع. مش العيال كانوا معاك في العربية؟ حضرتك. تحتك؟ عربيتك إيه؟ ماتريكس. والله ماتريكس. مين اللي شافها؟ مين اللي سلم عليها؟ ما حدش قال لي. هو فين حضرتك؟ في الحديقة؟
تتنا يقول لهم بقى عيل المباحث اللي انا قابلنا واحد صاحبه وكده كنت عامل فيلم يعني. عملت الفيلم ليه؟ عشان ابعد من عن نفسي. طب انت ليه؟ مين حد بيقتل الكلب؟ حد بيقتل ابنك؟ هو كان شيطان. ليه الشيطان ازاي؟ شيطان عظيم لو كنت واخد برشام منها. برشام منها. طب ايه ابتدى؟ فهي الحاجات كده. انت مش مبسوط ماديا؟ الحمد لله. طيب. كانوا عاملين لي ازعاج في البيت وكانت انا عندي رسومه المعده اصلا عندي بقى لها سنه بتخليني اكني عندي 60 سنه فبتهبطني فهم بيحبوا يخرجوا يلعبوا يتنططوا وكده انا اشتروا بهبط ما عدتش قادر لهم انا دايما اقول لمراتي شيل العيال عني عشان ما عدتش قادر فحسيت اللي هم يعني مصدر تعب ليا. انت لك علاقات نسائية؟ نعم. لك علاقات نسائية؟ كان ليا. حاليا؟ لا ما فيش اصلا انا بقالي شهر و15 يوم او 10 ايام بعيد عن كل ده عشان مراتي في بينا كان زعلانة بسبب الموضوع ده يعني بعدت عن الموضوع ده كله وبعدت عن اصحابي وبعدت عن كل ده. حد كان معاك في العربية وانت قلت لنا عيال؟ كنت لوحدي حضرتك؟ اتصلت بمراتك وانت فين؟ وانا بعد ما نزلت من العنكبري ودخلت الدخله دي عشان امسك طريق اسكندريه السابق طريق المنصور قمت رن عليها فتحت تليفون وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم وكده حسيت بتأنيب الضمير؟ طبعا طبعا يا باشا طبعا والله يا ريت انا اللي عملت في نفسي كده انت بترتحت وريحت ندمان؟ طبعا طبعا ندمان. طبعا دي اعترافات محمود نظمي الاب اللي من طبيعي من حق الناس انها ما تصدقش لكن مش معنى انك ما تصدقش انه ما ارتكبش هذه الجريمة طبيعي ان احنا نصاب بحالة من عدم التصديق اول ما حد يقولك كده ده في اب خد الطفلين والقى بهما الاولاني كده يلا انت على الجنة والتاني يلا انت على الجنة وبالتالي هنا في حالة من عدم التصديق لكن ده لا ينفي وقوع الجريمة. هنسيب ده بقى للمحاكمة في نيابة تحقق في محاكمة هتتم بالإضافة كمان زي ما قلت لكم انه بيبقى فيه تفاصيل وملابسات مختلفة تتعلق بهذه القضية. فهنا الأهالي هتلاقوهم غاضبون لأنه كانوا عايزين الاتجاه كده وطبيعي انه مشاعر الأهالي اللي عايشين في وسط هذه الأسرة يقولك معقولة الأب قتل طفليه بهذا الشكل. احنا طبعا قدمنا لكم مجموعة من المعلومات امبارح وفقا لكلام محاميه حتى واعترافاته اللي هو حتى قاله دلوقتي كل اللي قاله دلوقتي كان في حلقة الأمس من خلال المحامين اللي قالوا هذه هي اعترافاته أمام النيابة انه بيتعاطى مواد مخدرة وانه ما بيشتغلش وانه ورث ثروة عن أبيه وإن المسألة هنا جات له بهذا الشكل يعني. هل بقى في اضطراب نفسي لحظي ممكن يجي للإنسان ما يعني لا نستطيع أن نوجه إدانة لأحد؟ هل من حق اللي ما بيصدقوش من حقهم إنهم ما يصدقوش؟ لكن الحقيقة التحقيق الجنائي يختلف تماما. التحقيق الجنائي بيتعامل مع أدلة وإحنا هنبقى نتابع معاكم هذه القضية لكن اللي كان بيهمنا فيها التحليل النفسي والاجتماعي. الجريمة العائلية بتحصل ازاي؟ ده العائلة اسمها عائلة لان دايما حتى لما كنا بنسأل هو الناس ليه مش عايزة حتى تؤمن بفكرة تنظيم النسل يعني ان العيلة لازم تكبر بيرجعوا ده الاسباب متعلقة بالعزوة المكانة الاجتماعية بتزيد كل ما العيلة تزيد اعدادها والقوة في عامل معيشي وعامل اقتصادي كل ده عوامل كنا بنناقشها معاكم. فإيه اللي يخلي عائلات يجب أن تكون متماسكة وأب كمان مع أطفاله ده وضع لا يمكن لحد أن يتخيل جرائم من هذا النوع ولا